السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حد شطان سلاد ورسم حسن وضيبي ناف من رؤوب علي من عدان وضيبي الأمس وضيبي سعر سيدي سي مريني سفر كبير عوات اللي عارف لك. الحاج صلاد ورسامي حسن كان من ضمن من التقينا بهم في سهل بن عبده، أبى إلا أن ننزل ضيوفا في بيته الغير بعيد من هنا ويذبح لنا ذبيحة من غنمه المبارك، فتوجهنا إلى بيته وأمر أهله القيام بالواجب. سلط كاسي 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 س